القهوة مشروبنا المفضل في خطر. تخيل كده وانت رايح الشغل في يوم وقفت عند كوفي شوب علشان تطلب قهوتك اللذيذة، وفجأة يقولك العامل بكل بساطة: آسف يا فندم، مفيش قهوة، البن انقرض. يا ترى هتعمل ايه؟ تابع الفيديو علشان تعرف ايه الحكاية. لو انت من عشاق القهوة، خلي بالك انت مش لوحدك. فمثلاً حوالي 2 مليار شخص بيشتريها، و152 مليون شخص شغال على صناعتها، و70 مليار دولار حجم تجارتها. طب ده كله مش كفيل يخلي القهوة تالت مشروب بعد المية والشاي؟ لكن لو قلتلك إن ثمرة البن اللي بيتعمل منها القهوة مستقبلها مقلق. في دراسة لمؤسسة رويال بوتانيك جاردنز تشير إلى تراجع عدد مواقع زراعة القهوة بنسبة تصل ل 85% في 2080، وإن هناك 60% من أنواع البن البري في العالم معرضة لخطر الانقراض. مش بس كده، ده كمان إثيوبيا مسقط رأس أكتر أنواع القهوة شعبية في العالم والمعروفة باسم أرابيكا. أقولك الأغرب، بقى في مرض اسمه مرض صدى البن، بيخلي أوراق البن صفرة وبنية لدرجة بيكون فعل الصدى ده زي السرطان اللي هيفتك بفنجان قهوتك عزيز المشاهد. المرض ده موجود في القرن التسعتاشر ودمر نبات البن قبل كده في روسيا وأمريكا الجنوبية. والغريب بقى إنه مش بيموت من المبيدات الحشرية، ده بيفضل يحارب أي مبيد بيستخدمه المزارعين عشان يحافظوا على ثمرة البن. في سنة 2013 المرض ده دمر محصول البن بأمريكا الوسطى لدرجة إن 350 ألف شخص خسروا وظيفتهم، وفي 2017 دمر 70% من محصول أمريكا الوسطى برضو. فكرك إن القهوة مش هتبقى موجودة بسبب مرض صدى البن؟ لا، خليني أقولك إن كارثة التغيير المناخي وخاصة ارتفاع درجة الحرارة بتأثر على البن. الدراسات بتقول إن في 2050 من المحتمل إننا نفقد 49% من حقول القهوة الموجودة في العالم. الكارثة الكبرى إنه مع تقلص إنتاج البن مش المشكلة إن أنت تشرب القهوة، ده هيبقى حوالي 100 مليون شخص من غير شغل. فيا ترى فعلا هيجي اليوم وتختفي القهوة؟ ولو ده حصل هنعيش إزاي؟ قولنا رأيك في الكومنتات، واستنونا في حكاية جديدة من حكايات عين مصر.